بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة بمناسبة ان دخول رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا. عملت لكم وصفة خفيفة وهي كيش بالجلبانة. باش ما نطولش عليكم حبيباتي، شاركوا في قناتي وفعلوا جرس الجرس حتى يصلكم كل جديد. بالمكونات، اول حاجة زوز كيسان فارينة ونصف نصف كأس زيت، كأس ماء، ملعقتين صغيرتين من كيس حلوة خميرة الحلوى عفوا. هذه بالنسبة لعجينة الكيش، صدقوني حبيباتي انها عجينة ولا اروع. ابشور، قليل من البصل، قليل من الزيتون. حبيباتي اللي ما يحبش البصل يقدر يستغنى ليه. قليل من البطاطا المقلية، زوز ياورت ناتور، وقليل من البقدونس، والجلبانة لأنه كيش الجلبانة. طيبناها في صوص بلانش عادية، تعمدت اني ما نفتفتش اللحم قدامكم هكذا. من بعد نفتفتوا اللحم طيبناها عادي حبيباتي بالدجاج. ومن بعد نبداو في تفتيت عندما نبداو في الخلطه نفتوا الدجاج تاعنا. قليل من الملح طبعا والتوابل. نبدا حبيباتي العزيزات بطريقه التحضير. نبدا بالعجينه، نضع الكأس الأول تاع الفارينة، الكأس الثاني، ونصف الكأس الثالث، قليل من الملح باش ما تجيناش العجينة تاعنا مسوسة حبيباتي، و نضع ملعقتين من خميرة الحلوى. هنكملوا. نضع حبيباتي كما قلت لكم ملعقتين معمرين خميرة الحلوى في العجينة. نضع نصف الكأس تاع الزيت في الوسط. نبدأ عملية الخلط. خلط أمامكم يا حبيباتي. نأتي بكأس الماء ونبدأ ونبله بالعقل قادر ما يديناش كأس بكامله، المهم تلم عنا العجينة حبيباتي، ما تكونش طرية وما تكونش يابسة هكذا. نستعمل بالعقل، أنا من العادة انه من الكأس تاعي ما نكملوش حبيباتي. كما تلاحظون حبيباتي العجينه تاعنا تلمت واصبحت طريه وما تلصقش. الماء كما قلت لكم ما كملتوش تقريبا، مازال فيه شويه ماء. ومن بعد نحطوها في ورق شفاف العجينة تاعنا وندخلوها للثلاجة ترتاح في الوقت اللي حنايا نحضروا فيه الخلطة اللي تجي في وسط الكيش. حبيباتي كما قلت لكم راح نقوموا بالخلطة تاع الكيش. اول حاجة يا ساعة نتأسف لكم حبيباتي ما ذكرت لكمش البيضات، فيها اثنين من البيضات. نبدأ نضع البيضات في صحن المزيج. مع القليل من الملح نضع حبيباتي الياغورت، ياغورت ناتور العلبة الأولى.
والعلبة الثانية. صدقوني إنه الياغورت يمد نكهة ولا أروع، وهو اللي سر البنة في هذه الوصفة. نبدأ في خلط المزيج جيدا. لما تلاحظوا حبيباتي نضع الزيتون، نضع البطاطا المقلية، اللي حاب يستغنى عليها يستغنى، اللي حاب يديرها يديرها. قليل من البقدونس، كما قلت لكم حبيباتي بعد ما خلطنا الزبادي نضيف قليل من البصل. صدقوني ان البصل يمد نكهة هايلة في الكيش. نحطوا شوية جبن ونخليه الجبن نغطيه به في الاخير. هاي خلطة الدجاج اللي قلت لكم عليها بعد ما فتفت عليها اللحم مع قليل من لاصوص. ما نكتروش لاصوص حبيباتي، ونضع هذا الخليط مع بعضه. صدقوني الاولاد اللي ما ياكلوش الجلبانه يوليو ياكلوها. نحطوا شويه قليل من التوابل باش تجينا بنينه، مع ان الجلبانه طيبه بجميع التوابل. هاو حبيباتي الخليط تاعنا اللي بيحضر. صدقوني خليط بنين ولا اروع. كما نعدلكم حبيباتي هاو الخليط تاعنا اللي بيحضر، شوفوا يبان بنين. كما قلت لكم اطفالنا حين ياكلوا الجلبانه خاصه انها في موسمها جديده، صدقوني انهم رايحين يحبوها وياكلوها وهي مفيدة جدا للصحة. هاو الخليط تاعنا وجد حبيباتي، نحطوه في جائبة على جانب. نأتي بالعجينة نخرجوها من الثلاجة. كيما تشوفوا انها تبان طالعة وتبان خفيفة. حلوها باش نضعوها هنا في الليمون الخصين بالليكيش. بإمكانكم حبيباتي اللي عنده القوالب هذه سنة تجي روعة. كيما تشوفوا حبيباتي كما قلت لكم حبيباتي ها نقوم ندير لكم قدامكم واحده ها كيفاه تمشي عجينه الكيش تاعنا. صدقوني انها عجينه روعه كما تلاحظوا حبيباتي هاي قدامكم. لازم ما تلصقوها بيان مع الاحرف تاع الصينيه تاعكم او المول تاعكم هكذا، على خاطر من بعد مع الحشوه تولي ومعها تتنفخ باسكو فيها شويه خميره تجي صدقوني هايله، من غير ما تنساو انكم تثقبوها بعد الاستعمال. ها كيما تلاحظوا حبيباتي درنا العجينه تاعنا في القوالب، ثم نحكموا الحشو. ومن غير ما تنساو احبائي الحاجه المهمه انكم تثقبوا العجينه تاعكم لانها فيها خميره الحلويات. نبدأ في وضع الخليط في وسط هكذا هكذا. كما تلاحظوا حبيباتي انا قريب نكملوا الكعبة تاعنا، جاونا واحد 14 كعبة الله يبارك بها ان شاء الله تفرحوا وحيدتكم. انظروا خليط ولا اروع، جات 14 كعبة ربي يبارك. انظروا خليط زاكي ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله الخليط تاعنا راهو كفانا عمر الكعب تاعنا بالبيان بيان. ها كملناه كامل من دون ما ننسى اللمسه الاخيره تاع الجبن هكذا حبيباتي هكذا. هنا وضعنا الجبن حبيباتي بعد ما كملنا نحطوهم في صينيه الفرن ونشعلوا الفرن عليهم على درجة 180 درجة، وبعد ما يطيبوا ان شاء الله نتلقاو.
حبيباتي هاو الكيش تاعنا بعد ما خرج من الفور طاب على الاحرف مدة 40 دقيقة او 45 دقيقة. كي نشوفو احمر على الجوانب نرجعوه في الفور ونشعلو له من الفوق باش يحمر من الفوق، ومن بعد نعطيلكم كيفاه ولا. حبيباتي هاو الكيش تاعنا بعد ما حمرناه من الفوق بدينا ننحيو فيه، ها بكل سهولة يتنحى من صينية الليمون. ها كيف احمر من تحت، وصفة ولا اروع. صدقوني 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 انه بنين بنين بنين. نعطيكم في صحن التقديم يتنحى من الليمون بكل سهولة حبيباتي. هاي الكعبة تاعنا ولا اروع، شفتوا حبيباتي؟ قلت لكم اطفالنا حيفرحوا اكيد. نعطي لكم في صحن التقديم. هاوليكم حبيباتي، وصلنا مع نهاية الفيديو مع الوصفة كيش الجلبانة. شوفوا صدقوني حبيباتي روعة ولا اروع. شوفوا وريحتهم ربي يبارك ما شاء الله. حبوا نقسم لكم واحدة، شوفوا كيفاه طرية حبيباتي. والله صدقوني صدقوني انه العائلة راح تفرح بهذه الوصفة، وان شاء الله تجربوها وتحطوا لي في الكومنتير انكم جربتوها وصلحت لكم. استودعكم الله وحفظه، مع السلامة حبيباتي.